أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التفسير، وهذه السورة الكريمة هي سورة الشعراء. وبين يدي هذه السورة مسائل: الأولى أن هذه السورة سورة مكية، وقد سبق أن المكي هو ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. المسألة الثانية: جاء في تفسير الإمام مالك، طبعاً هذه السورة تسمى سورة الشعراء لقول الله تعالى في آخر السورة: والشعراء يتبعهم الغاوون، ولم تأتي هذه اللفظة في غير هذه السورة، وهذا هو الموجود في المصاحف الآن، لأنها انفردت من بين سور القرآن بذكر كلمة الشعراء، وكذلك جاء في كتب السنة هذه التسمية، وتسمى سورة طاسين ميم. وجاء في تفسير الإمام مالك المروي عنه، جاء أنها سميت بسورة الجامعة، ولعلها أول سورة جمعت ذكر الرسل أصحاب الشرائع المعلومة إلى رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الرابعة: السورة هذه سورة الشعراء فيها تسلية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها تثبيت لقلبه عليه الصلاة والسلام، وفيها مدح للقرآن الكريم في أول السورة وفي خاتمتها كما سنرى إن شاء الله، وفيها الرد على الطاعنين في القرآن وتنزيه القرآن أن يكون شعراً، كما أن فيها، وهو النصيب الأكبر من السورة، ذكر لقصص الأمم السابقين وما ردوا على رسل الله، وفيها بيان لعذاب هؤلاء الأقوام، وهذا يدل على أنها تحمل إنذاراً لكفار قريش، وهو في الوقت نفسه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وما يلقاه من أذى المكذبين. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وسبق أن التسمية أنها آية من القرآن أنزلت لتفصل بين السور، كما جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة من السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فهي آية مستقلة أنزلت لتفصل بين السور على القول الراجح. قوله تعالى طاسين ميم سبق
الكلام عن الأحرف المقطعة في أوائل السور، مضى الكلام وأنها مما استأثر الله تعالى بالعلم به، فهي سر الله في كتابه، ولله عز وجل في كل كتاب من كتبه سر. قوله تلك، تلك اسم الإشارة هنا إلى الحاضر في الأذهان من آيات القرآن، تلك آيات الكتاب المبين، اسم الإشارة هنا تلك إلى الحاضر في الأذهان من آيات القرآن المنزل، سواء الذي أنزل من قبل أو هذه السورة، فيكون المراد به هنا جميع آيات القرآن الكريم التي نزلت قبل هذه السورة. وربما يرجع إلى آيات السورة، تلك آيات السورة لسورة الشعراء، والمراد بالكتاب هنا هو القرآن، تلك آيات الكتاب القرآن. والمبين هو الواضح، الواضح الظاهر، فهو بين في نفسه، القرآن الكريم بين في نفسه، واضح في ألفاظه ومعانيه، وأيضا هو مبين لغيره من الأحكام والشرائع والهدى والحق وصدق المرسلين عليهم الصلاة والسلام، فهو مبين يعني بين واضح في نفسه ومبين لغيره من الحق والهدى. فالقرآن مبين، هو بين في نفسه واضح وظاهر ما جاء به من الحق، وأيضا هو موضح ومبين لغيره من الأحكام والشرائع والهدى. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، الخطاب هنا لمن؟ نعم، ظاهر للرسول عليه الصلاة والسلام، الخطاب هنا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لعلك باخع نفسك، والباخع هو القاتل المهلك، القاتل المهلك، لأن الباخع إعماق الذبح، ولهذا قال الزمخشري الباخع، البخع أن يبلغ بالذبح البخاع، وهو عرق مستبطن الفقار، وذلك أقصى حد الذبح. فهنا لعلك باخع نفسك، يعني هنا لعل الإشفاق، يعني أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من إسلام قومك، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، وقال في أول الكهف، في أول سورة الكهف فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسى. والقرآن يفسر بعضه بعضا، فهنا الله سبحانه وتعالى يوطن نفس الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان حريصا على إسلام قومه، حريصا على هدايتهم، كما قال الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول له يا محمد أشفق على نفسك، لا تقتل نفسك، لا تهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين على عدم إيمانهم، يعني فلا تفعل، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأن الهداية بيد الله عز وجل. وفي هذا تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كما سبق كان حريصا على إسلام قومه، كان شديد الأسف لما يرى من إعراضهم وصدودهم وبعدهم. فيكون المعنى في الآية إن غمك، إن حسرتك وغمك يا محمد من عدم إيمانهم فيما مضى يوشك أن يوقعك في الهلاك في المستقبل، يؤثر على نفسك. ومعلوم أن الشخص إذا اهتم لشيء واغتم لأمر أن هذا يؤثر على، يؤثر على إيش؟
يؤثر على صحته، تأثر. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، أي لو نشاء لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهرا، تقودهم قهرا إلى الإيمان، ولكننا لا نفعل ذلك لأننا لا نريد من أحد الإيمان الإكراهي، إنما نريد الإيمان الاختياري، كما قال الله جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فالله جل وعلا يقول: إن نشأ لو أردنا ننزل عليهم من السماء آية علامة تدل على تهديدهم بالإهلاك تهديدا محسوسا، يعني تظهر لهم بوارق تنذر باقتراب عذاب. وليس المراد بالآية القرآن، ما هو المراد بالآيات القرآن؟ لماذا؟ لأنه نزل ولم يستفيدوا، لم يقتنعوا من القرآن. فقوله إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية ليس المراد القرآن، لأن القرآن نزل وهم لم يستفيدوا من القرآن، إنما المراد الآية هنا تهديدهم بالإهلاك تهديدا محسوسا بأن تظهر لهم بوارق ونذر وعلامات تدل على اقتراب عذاب. فظلت أعناقهم لها خاضعين، يعني ذلت أعناق المكذبين وانقادت. والأعناق جمع عنق وهي الجارحة المعروفة، وإنما جمع خاضعين جمع عقلاء لأنه أضاف الأعناق إلى العقلاء، قال فظلت أعناقهم يعني أعناق العقلاء، ولأنه وصفها بفعل لا يكون إلا من العقلاء وهو الخضوع. فظلت أعناقهم لها خاضعين يعني خضعوا وانقادوا لهذه الآية المحسوسة التي يرونها. لكن ليس من شأننا أن نفعل ذلك. وفي الآية وجه آخر في التفسير: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم يعني هم الجماعات من الناس، يقول هذا عنق من الناس، أشراف القوم كبارهم يسمون عنق، فظلت أعناقهم يعني كبارهم وهؤلاء الأقوام لها خاضعين. وعلى هذا القول ما يحتاج إلى تأويل، يكون واضح. فظلت أعناقهم لهذه الآية يعني كبارهم لها خاضعين، ومعلوم أن هؤلاء الكبار والملأ هم السادة، إذا انقادوا وخضعوا خضع من سواهم. ثم قال الله تبارك وتعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، أي كلما جاءهم كتاب من السماء فيه وعظ وتذكير وأمر ونهي محدث أي جديد إنزاله. قال الله جل وعلا: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وهنا قال: إلا كانوا عنه معرضين، يعني عن الإيمان به، فيعرضون بقلوبهم وأيضا يعرضون بأبدانهم. والإعراض هو الاستهزاء والتكذيب، الإعراض هو الاستهزاء والتكذيب. ثم قال الله تبارك وتعالى: فقد كذبوا، وهذا تأكيد لتكذيبهم، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فالفاء هنا فقد كذبوا فصيحة، أي فقد تبين أن إعراضهم إعراض تكذيب. هنا قبل أخبر الله عنهم بأن سنتهم الإعراض عن الذكر، وهنا أخبر أن التكذيب أنه سجية لهم لا تتغير ولا تتبدل. فهم يجمعون بين أمرين: الأول الإعراض، والثاني التكذيب. الإعراض واضح اللي هو الصدود، إعراض بقلوبهم وإعراض بأبدانهم، والتكذيب كذلك، التكذيب بألسنتهم والتكذيب بقلوبهم. فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، يعني سيقع بهم ما يستحقونه من العذاب. أنباء جمع نبأ، يعني أخبار وعواقب، وهي ما يستحقونه من العقوبة
آجلاً وعاجلاً، وسميت أنباء لكونها مما أنبأ عنه القرآن في غير ما آية. وجمع هنا قال أنباء ما قال نبأ، جمع الأنباء باعتبار أنهم استهزأوا بأشياء كثيرة، منها البعث، ومنها الرسول، ومنها العذاب في الدنيا، ومنها انتصار المسلمين عليهم، كل هذه كذبوا بها. فهم كذبوا واستهزأوا، أو لأن الاستهزاء أشد من الإعراض والتكذيب، وهو مستلزم لهما. يعني الاستهزاء مستلزم للإعراض ومستلزم للتكذيب. ولا شك أن الآية الكريمة فسيأتيهم فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، لا شك أنها تحمل وعيدا شديدا، لا شك أنها تحمل وعيدا شديدا لقول فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك ما يدل على كمال قدرته جل وعلا من الأمور الحسية التي يحصل بها للمتأمل فيها والناظر إليها والمستدل أعظم دليل وأوضح برهان، فقال أولم يروا. هنا الاستفهام، أولم يروا استفهام إيش؟ أولم يروا أو إنكاري؟ إنكار عليهم. أين استفهام إنكاري؟ أولم يروا، أولم يروا إنكار على عدم رؤيتهم، وإنكار على عدم نظرهم، وإنكار على عدم تأملهم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم؟ وقد تكرر في القرآن الكريم لفت النظر إلى هذه الأرض وكيف بسطها الله سبحانه وتعالى، وأنزل عليها الماء، وأخرج النبات، النازل واحد والنابت مختلف متعدد الألوان والأشكال والطعوم، كما قال الله جل وعلا يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، من كل نوع. الزوج اللي هو النوع، والكريم هو النفيس المرضي في منافعه حسن المنظر. هذا كله يدل على وجوب إفراد العبادة لله وحده ولا شريك له. يعني إن لم يقتنعوا بنزول القرآن فليقتنعوا بهذه الآية العظيمة، كما قال الله آية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. وهذا استدلال في الآية الكريمة قوله تعالى أولم يروا الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم، استدلال مع امتنان. كيف استدلال مع امتنان؟ استدلال على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى ووجوب إفراده بالعبادة مع الامتنان عليهم بهذه النعم، فهو استدلال مع امتنان. وخص هذا النوع من كل زوج كريم لأن نظر الناس في الأنواع الكريمة أنفذ وأشهر، لأن هي التي تأخذ بلب الإنسان، ولأنه يعجب بها الإنسان إذا نظر، فإذا تطلبها وبحث عنها وقع في الاستدلال، فيكون الاقتصار على الاستدلال بها في الآية من قبيل التذكير للمشركين بما هم ممارسون له وراغبون فيه. ثم قال الله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني فيما ذكر من الإنبات في الأرض من الأنواع وما فيها من المنافع لآية، يعني لدلالة على إحياء الله جل وعلا للموتى بعد موتهم. وهنا ذكره الله بلفظ الإفراد آية لأنه أراد أن في كل واحد آية، كما سبق النازل واحد والأصناف
متنوعة متعددة، ففي كل واحد من هذه النباتات فيها آية. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات، إلى قوله تدل على أن الله ليس له شريك. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين، كما قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالقرآن الكريم في كتاب الله تركيز على أن الإنسان لا ينظر إلى حال الأكثر، لا ينظر إلى حال الأكثر، إنما ينظر إلى حال من هداه الله، ينظر إلى الدليل الشرعي، ينظر إلى آيات الله في النفس وفي الكون، الآيات الكونية والآيات الشرعية، لا ينظر إلى حال الأكثر من الناس. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فهو العزيز الذي قهر كل شيء وغلبه، له عزة القدر وله عزة القهر وله عزة الامتناع، فهو العزيز، ومن صفاته صفة العزة، والعزة تشمل عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، وربما سبق الكلام على هذه الصفة. الرحيم بخلقه، فلا يعاجل من عصاه بعقوبة، بل يؤجله وينظره ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وفي وصفه سبحانه وتعالى بالرحمة إشارة إلى أنه سبحانه يرحم الرسل عليهم الصلاة والسلام بتأييدهم ونصرهم. وستتكرر هذه الآية، سيتكرر معنى هاتين الآيتين الكريمتين، ستتكرر في السورة في ختام كل قصة يذكرها الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى، وهذه القصة الأولى في السورة، وهي قصة موسى عليه السلام مع فرعون الطاغية، وقد بسطت في سورة الأعراف بسطا قريبا مما هو موجود في سورة الشعراء أو أكثر، وسبق أني تكلمت عليها في سورة الأعراف. وكررت قصة موسى عليه السلام، وثناها الله تعالى في القرآن بأساليب متنوعة حوالي 19 مرة بما ليس له نظير في القرآن، لأن قصة موسى عليه الصلاة والسلام تشتمل على حكم عظيمة، منها أن موسى ابن عمران هو صاحب الشريعة الكبرى، أعطاه الله التوراة التي هي أفضل الكتب بعد القرآن، ومنها أنه واجه عدواً من أعتى الأعداء وهو فرعون الطاغية الذي قال لقومه أنا ربكم الأعلى، ومنها ما في ثنايا قصته من العبر والآيات التي شاهدها قومه، ومنها أيضاً أن بني إسرائيل هم أعتى الأمم، فلهذا كررت قصة موسى عليه السلام بأساليب وطرق متعددة متنوعة. فهنا الله جل وعلا يقول مسليا لخليله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم: واذكر يا محمد إذ نادى ربك موسى، وإذ نادى ربك موسى، أي اذكر وقت نداء الله جل وعلا لموسى من جانب الطور الأيمن حين كلمه ونبأه وأرسله، أن ائت القوم الظالمين، وصفهم بالظلم لأنهم ظلموا أنفسهم بالكفر، وظلموا أيضاً عباد الله وهم بنو إسرائيل بالاستعباد وذبح الأولاد. وهنا الآية تبين علة الإرسال. ما هي علة الإرسال؟ ها؟ علة الإرسال، لماذا أرسل موسى؟ أي نعم، ليمنع الظلم والفساد في الأرض. فهنا علة الإرسال وهي الظلم
الذي صدر منهم واشتهر عنهم. والمقصود من سوق هذه القصة هو الموعظة ببيان عاقبة المكذبين وعاقبة المرسلين، وهي النصر والتأييد والتمكين. وفي هذه السورة لم يذكر الله تعالى ما ابتدأ به نداء موسى عليه السلام، لأنه مر في سورة مر ابتداء النداء أول ما كلم الله موسى، مر في أي سورة؟ سبق في سورة طه، نعم مر في سورة طه، وبين هنا في سورة طه بين الله جل وعلا كرامة موسى على الله سبحانه وتعالى ورسالة الله له. أما هنا فالمقام يقتضي الاقتصار على شرح دعوة موسى لفرعون وقومه وبيان إعراضهم وبيان عقوبة الله لهم، ليتعظ من شاء الله له الموعظة، مع ما في هذا من بيان بلاغة القرآن وفصاحته وتنويع الأسلوب على المخاطب. ولهذا لو أخذت الآيات من سورة الشعراء وقارنتها بالآيات من سورة الأعراف تجد ثمة بعض الفروق، في ثنايا الآيات، لأنه المقصود هو بيان العظة والعبرة وتنويع الأسلوب وبيان فصاحة القرآن وبلاغته. أن يأتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون ألا يخافون عقوبة الله جل وعلا الذي خلقهم ورزقهم، ألا يتقون عواقب ظلمهم لأنفسهم وظلمهم لغيرهم، فيتركون ما هم عليه من الكفر وظلم الناس ويصرفون يقصرون أنفسهم على عبادة الله وحده ولا شريك له. أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، قال موسى عليه السلام ربي إني أخاف أن يكذبون. قال معتذرا من ربه ومبينا لعذره، إني أخاف أن يكذبوني في الرسالة والنبوة. والخوف هنا قد يكون خوفا، خوف موسى إني أخاف أن يكذبون، يعني فإذا كذبوني عاجلتهم يا ربي بالعقوبة، وأنا لا أحب أن يكون لهم عقوبة، لا أحب أن يعاقبوا، فلو أرسلت غيري، يعني هذا شفقة من موسى عليهم لئلا يعاجلوا بالعقوبة، لأنهم يعرفون موسى من قبل، كما قال فرعون كما سيأتي قال ألم نربك فينا وليدا، ربي إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري لتكذيبهم إياي ولا ينطلق لساني بتأدية الرسالة، كما قال في سورة طه وفي سورة الشعراء، قال في سورة الشعراء وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله ما يعرض أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون، وهنا قال ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، يعني أرسل إليه جبريل بالوحي ليكون معي رسولا موازرا مظاهرا معاونا لي. ولم يذكر الموازرة هنا لأنها معلومة في غير هذا الموضع كما في سورة طه، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أزري وأشركه في أمري، فأجاب الله طلبه ونبأ أخاه كما نبأه، فأرسله معي ردءا، أي معاونا لي على أمري، قال بعض العلماء ما هناك أخ أبرك أعظم بركة على أخيه مثل بركة موسى على هارون، ما رضي إلا أن أشركه معه في النبوة والرسالة. ثم قال موسى ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، الذنب هو قتله للقبطي كما قال الله فوكزه موسى فقضى عليه، وتوعده القبط لئن ظفروا بموسى عليه السلام ليقتلوه، فخرج من مصر خائفا، وكان ذلك هو سبب توجهه إلى مدين وكما سيأتي في سورة القصص إن شاء الله تعالى. وقال موسى عليه السلام هنا فأخاف أن يقتلون، قال بعض العلماء أن هذا ليس خوفا من الموت ولكنه خشية العائق من إتمام ما عهد إليه مما فيه ثواب جزيل وأجر عظيم. طبعا إذا قتلوا موسى يخشى أن ينقطع أجره، ينقطع ثوابه ولا يتم الرسالة التي عهد الله إليه. ومن أهل العلم من قال لا مانع أن يكون موسى خاف خوفا طبيعيا، فالخوف الطبيعي جائز على الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله كلا، وهذا حرف إبطال، كلا
كلا، يعني لا يتمكنون من قتلك، فإنا سنجعل لك ولأخيك هارون سنجعل لكما سلطانا كما قال في القصص فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، كما قال الله جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى. وهذه معية النصرة، معية الحفظ، ومعية الكلاءة لموسى ولهارون. فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، أي أرسلنا إليك لتؤمن بالله عز وجل برب العالمين. وهذا مجابهة لفرعون بأنه عبد مربوب وليس برب. أن أرسل معنا بني إسرائيل، يعني خلي سبيلهم حتى يسيروا معنا إلى فلسطين، أطلقهم من حبسك وكف أذاك عنهم، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم كما قال الله في سورة طه. فلما سمع فرعون ما قال جعل يجادل ويعارض، وعرف موسى لأنه نشأ في بيته، قال ألم نربك فينا وليدا، يقول على جهة المنة والاحتقار لموسى، يقول أنت كنت عندنا صغير ولبثت فينا من عمرك سنين، فمتى جاءتك النبوة والرسالة؟ متى أعطاك الله الرسالة وأنت عندنا قبل سنين؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وهي قتلك للقبطي، وأنت من الكافرين، يعني من الكافرين لنعمتي، يقول فرعون الجاحدين لنعمتي حيث إني ربيتك فقتلت رجلا من أصحابي. فقال موسى عليه السلام مجيبا لفرعون قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، يعني حين قتلت القبطي كنت إذ ذاك جاهلا أو مخطئا أو لم أتعمد قتله بل أردت تأديبه فقط. فموسى لم يعلم أن وكز القبطي سيؤدي إلى موته ولم يتعمد قتل القبطي، بل حصل القتل خطأ. ففررت منكم لما خفتكم، خرجت من بينكم إلى مدين، ثم إن قتله للقبطي قد غفر الله له ذلك كما قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. خرجت من بينكم فأعطاني ربي النبوة والعلم والفهم. فهذا يفيد أن الإنسان ابن يومه لا ابن أمسه، وليست العبرة بنقص البداية إنما العبرة بكمال النهاية. قد يكون على الإنسان في بدايته مساوئ ومشاكل وأمور معينة ولا يضره ذلك، كما قال الله إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء كما سيأتي في النمل فإني غفور رحيم. الحاصل أن اعتراض فرعون على موسى لا شك أنه اعتراض جاهل أو متجاهل، لأنه جعل المانع من كون موسى رسولا أنه جرى منه القتل. ثم قال موسى عليه السلام وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. وهذا نقض لامتنان فرعون بقلب النعمة نقمة، بتذكيره أن نعمة تربيته ما كانت إلا بسبب إذلال بني إسرائيل، كما قال الله يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، وبسبب ذلك ألقت أم موسى بطفلها في اليم حيث عثرت عليه امرأة فرعون فقالت قرة عين لي ولك، وتربى في بيت فرعون. سبحان الله. فموسى عليه السلام يقول تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أصلا ما هو السبب الذي ساقني الله جل وعلا إليك؟ ما ساقني الله إليك إلا نتيجة لأذاك لقومي وتعذيبهم، تعذيبك إياهم. هذا هو. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، جعلتهم في أخس المهن وقمت بإذلالهم وتعبيدهم. والمفسرون أخرجوا هذا على جهة الإنكار أن يكون ما ذكر فرعون نعمة على موسى، واللفظ هنا لفظ خبر وفيه تبكيت للمخاطب على معنى أنك يا فرعون لو كنت لا تقتل أبناء بني إسرائيل لكانت أمي مستغنية عن قذفي في اليم، فكأنك تمن علي ما كان بلاؤك سببا له،
كأنك يا فرعون تمن علي على ما كان بلاؤك سببا له. ولهذا قال الحافظ ابن كثير في معنى الآية: أي ما أحسنت إلي وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل، فجعلتهم عبيدا وخدما تصرفهم في أعمالك ومشاق رعيتك. أفيفي إحسانك إلى رجل واحد منهم بما سأت إلى مجموعهم؟ فليس ما ذكرته شيء بالنسبة لي أنا، أنا واحد، لكن كم أسأت إلى أمم من بني إسرائيل. ثم قال فرعون: وما رب العالمين؟ يعني أي شيء تزعم هذا الذي تقول أنه ربك؟ قال موسى: رب السماوات والأرض، يعني الذي خلق العالم العلوي، السماوات السبع وما بينهما، والعالم السفلي، ودبرهما بأنواع التدبير. إن كنتم موقنين بشيء من الأشياء فهذا أولى ما توقن به يا فرعون. يعني كما توقن بهذه الأشياء التي تعاينها فأيقن أن الله جل وعلا هو خالق الكون. فلما قال موسى ذلك تحير فرعون في جوابه، تحير في جواب موسى، قال: وما رب العالمين؟ وهذا سؤال إنسان يتجاهل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها. والجحد ما يكون إلا بعد العلم. هنا التفت فرعون وقال: ألا تستمعون؟ ما عنده جواب. قال لقومه: ألا تستمعون؟ يعني لا تعجبون من زعمه أن لكم إلها غيري؟ لأنهم كانوا يعتقدون أن فرعون هو ربهم وإلههم، كما قال: فاستخف قومه فأطاعوه. فزاد موسى في البيان وزاد في إقامة الحجة على فرعون وقال: ربكم ورب آبائكم الأولين. لأن وجود الإنسان وآبائه أظهر الأدلة عند العقلاء وأعظم البراهين، فإن أنفسهم أقرب الأشياء إليهم، يستدلون بها على وجود خالقهم. فلما ظهرت هذه الحجة ما أعجبت فرعون، حاد، ما عنده شيء. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. يعني سبحان الله، هنا بدأ يطعن في موسى. لما أن موسى عليه السلام أورد عليه الحجج والبراهين، حاول أنه يستخف بما قاله موسى ويستهزئ به. قال فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. يتكلم بكلام لا يعقله، ولا نعرف صحة هذا الكلام، لا نعرفه. وأضاف الرسول إلى المخاطبين، قال: رسولكم، ترفعا بنفسه أن يكون مقصودا بالخطاب. ثم أكد التهكم بموسى بقوله: الذي أرسل إليكم، ليزيد من تهيج السامعين، من أجل أنهم ما يتأثرون بدعوة موسى حتى يصرفهم. فزاد موسى عليه السلام في إقامة الحجة وقال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يعني أنتم في الحقيقة المجانين، أنتم المجانين. انتقل إلى شيء ما لفرعون به قبل ولا يستطيع. فأنت يا فرعون رميت بموسى بشيء في الواقع أنه دائك أنت، فأنت في الحقيقة المجنون أنت وأصحابك، حيث ذهبت عقولكم إلى إنكار أظهر الموجودات وفاطر الأرض والسماوات وما بينهما. فانقطع فرعون بالحجة، ثم قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. واللام هنا موطئة للقسم، والمعنى أن فرعون أكد وعيده بالقسم أنه سيجعل موسى من المسجونين، من أحد المسجونين، أحد الأفراد المسجونين. انتهى المقطع الأول، ها؟ الوقت بقي دقيقة. قال: أولو جئتك بشيء مبين، يعني أولو جئتك بآية تبين صدقي في دعواي. قال الله: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. وهذا سبق تفسيره في سورة الأعراف، أنه ألقى الآية العصا وصارت حية ضخمة، ومضى بيانه في الأعراف وفي طه: فإذا هي حية تسعى. وهنا لما ألقى هذه الحية قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم. يقول فرعون، يعني فائق في علم السحر، يقصد موسى. وقد تقدم الكلام على نظير هذه الآيات في سورة الأعراف،
سوى أن في هذه الآيات زيادة بسحره، بسحره يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. وفي هذه الآية أن هذا قول فرعون للملأ، وفي آية الأعراف قال الملأ من قوم فرعون، كيف نجمع بينهما؟ أن فرعون قال لمن حوله فأعادوا الكلام بلفظه موافقة لفرعون، أعادوه، لم يكتفوا بقوله نعم بل أعادوا كلام فرعون ليكون قولهم على تمام قوله. فماذا تأمرون؟ ما رأيكم في ماذا نفعل؟ أظهر لهم الميل. طيب الإله هو يستشير أحد؟ ما يستشير أحد الإله، ما تأمرون؟ قالوا أرجه أخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، يعني أرسل في الأقاليم والمدن ومدارس السحر رجالا يجمعون كل ساحر خبير متفنن في السحر. وهنا جمع السحرة لميقات يوم معلوم، ووعدهم هذا اليوم وهو يوم الزينة، كما قال الله في سورة طه قال موعدكم يوم الزينة، وهو اليوم الذي يتفرغون فيه من أشغالهم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ حثا لهم على الاجتماع ليشاهدوا ما يكون من موسى والسحرة ولمن تكون الغلبة، لعلنا نتبع السحرة، أي قالوا للناس اجتمعوا لننظر غلبة السحرة لموسى فنتبع السحرة، ولو وفقوا لقالوا لعلنا نتبع المحق منهم ولنعرف الصواب، والله الموفق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.